آخر، ويمكن بالفترة الأخيرة برز جدا إنتاج الملابس والطباعة على الملابس، وكان لها سوق كتير واسع، وبيختلفوا المنتجين، دائما المنتج بيدور على الأفضل. اليوم رح نشوف أحد المنتجين ونتعرف مع ضيفنا أكيد بالطباعة على الألبسة والأقمشة ومطبعة عالم الألوان، وسيد لطفي مغربية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم صباح الخير. يسعد صباحك، وإذا منعزبك تعلي شوي صوتك أوكي. حتى نقدر نسمعك في صدى لأنه صباح الخير، وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. بالبداية حابين نتعرف على المشروع اللي مشارك فيه بمنتجين اثنين. أنا عندي مطبعة، شاركت بمطبعة يدوية وديجيتال، وطبعا مو بس هاد، خلينا نقول في منتجات متعددة طبعا. يعني مو بس طباعة الأقمشة، عن الأقمشة بس. بس على الأقمشة؟ بس في شيء أكبر من هيك، فبرادي وتواب. حلو. مو بس قطع صغيرة. كنا نشتغل بورشة، نشتغل عند معلم حلو. شفنا المعرض المنتجين واحد، وصارت فكرة وقدمنا عليها. وشاركتوا بمنتجين اثنين، يعني عم نشوف بعض المعروضات اللي جابلنا اياهم ايضا، خلينا نحكي عنهم. مثل ما قلنا انه هي طباعه على عده انواع من الاقمشه، خبرنا لانه شايفين مخدب جايبلنا يمكن شيء بلوز او شيء، ارجينا اياهم على الكاميرا واشرح لنا عن التقنيات اللي انتم بتاخذوا الصور من الانترنت، كيف تطبعوا الصور، بتروح ما بتروح، لانه هدول العالم بيسالوا هالاسئله اللي بدهم يشتروا. طبعا هي الطباعه ما بتروح ابدا، ولو كان فيها غلط فما له حل. نعم. ناخذ صور من الانترنت، بنعدل عليها حسب طلب الزبون طبعا. بنعدل عليها على الكمبيوتر، بنحط لها خلفيه او اي شيء، وبنطبعها على ورق، بننقله بعدين على القماش. ممكن نرفع الكنزه نشوفها على الكاميرا كمان بعد اذنك. يعني كافه انواع الاقمشه بيمشي مع التقنيات. هي بوليستر حصرا. هالطباعة بوليستر حصرا. الطباعة اليدوية كافة أنواع الأقمشة. طيب كمان قلت إنه أنتم بتشتغلوا على الستائر، يعني اليوم هذا قطاع كتير مهم، يمكن الناس متعودة إنه في أقمشة بتيجي هي لوحدها فيها منقوشة أو مشغولة أو معمول عليها، أما اليوم خلينا نحكي عن الطباعة على الستائر. شو النمط اللي أخذتوه بهذا الموضوع، وقديش بتفرق يعني اليوم نوعية الأقمشة خصوصا بالستائر؟ هل كل الأنواع ممكن تدخل بالمطبعة كستائر؟ إيه، كل الأنواع ممكن تدخل بالمطبعة. الأقمشة الجاهزة المطبوعة هي صارت شيء كتير كتير عادي، كتير هن راح يكونوا من صورة، فنحن بنحط صورة أفلام كرتون لغرفة أطفال، فواكه للمطبخ، أي شيء، كل شيء له شيء طبعا. نعم. طبعا حسب رغبة الزبون كمان. نعم. كمان خبرنا انه في معنا مخدة. ارجينا اياها على الكاميرا، وخبرنا عن كيف شفت مشاركتك بمنتجين اثنين. ساعدتك انك تسوق، تتعرف على ناس، على شركات؟ طبعا ساعدتني اتعرف على كثير منتجين، ويصير بيناتنا شغل، واتفقنا مع بعض في شغل راح يكون بيناتنا. وإقبال العالم كتير كان حلو، وأنا بصراحة جبت من زبايني وبعت في المعرض. كمان استفدت كبيع بأسعار. كيف الأسعار؟ أسعار كتير منافسة، كتير منافسة، كتير مناسبة، وأرخص ما بتباع للسوق. نعم اكيد، هذا يمكن اهم شيء. هلا كمان يعني اليوم في كثير يمكن اقسام اخرى ممكن يكون متشابهه، يعني بالافكار شوي، حدا بيطبع على كنزات، حدا بيطبع شيء سوفونيرات، حدا بيطبع على قماش، فاليوم هذا المجال فيه صار منافس كثير بالفتره الاخيره، وصار في كثير ناس بتحب تشتري شيء مميز، شيء هي مختاريته، يعني بتقول لك انا حابب يكون عندي شيء انا مصمم الي مخصوص. قديش شفت هاي الفكره يمكن قدرتوا انتم تسوقوا لها خلال معرض منتجين؟ الشيء اللي بتحكي عليه هو منافسه. نحن عملناه مشاركه. انا وفي شخص ثاني عنده مطبعه كمان هون، بس هو بطريقه وانا بطريقه. صار في بيناتنا تقريبا مثل شغل. يعني هو زبايني بجيب لي إلي، وأنا نفس الشيء كمان. نعم. فهذا شيء كتير منيح.
نعم، كيف لك أن بتحب توجه أي كلمة لأي حدا باليوم الأخير من منتجين اثنين اللي ما لحق يجي على خان قشونة ويشوف المعرض؟ شو بتحب تقول لهم؟ وأيضا هيك كلمة لهالمعرض، إنه شو قدم لك كمان؟ بتشكر أول شيء سيادة الرئيس على المنحة اللي أعطانا إياها وخلانا نطلع من عامل لمنتج أو لصاحب مطبعة. نعم. والقائمين على المعرض طبعا كثير حلو واستفدنا منه كثير، تعرفنا على كثير منتجين. اكيد بنتمنى للكل التوفيق، بنتمنى لك التوفيق وبنتشكرك على وجودك اليوم، وان شاء الله كمان اليوم بيكون فرصه للكل يزوركم. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.